الأرقام الأممية التي نعتمد عليها لغاية 9 من يناير عام 2024. في مرافعتنا سوف نتحدث عن بعض المواد السمعية البصرية. السيدة رئيسة المحكمة، سوف نقوم بذلك بحسب الضرورة ودائما من خلال احترامنا للشعب الفلسطيني. وعلى هذه الخلفية أنتقل الآن لكي أظهر بالترتيب كيف ينتهك سلوك إسرائيل المادة الثانية ألف والثانية باء والثانية جيم والثانية دال من الاتفاقية، اتفاقية الإبادة الجماعية. عمل الإبادة الجماعية الأول هو القتل الجماعي للفلسطينيين في غزة انتهاكا للمادة الثانية ألف من الاتفاقية. وكما شرح سعادة الأمين العام، منذ 5 أسابيع مستوى القتل مكثف وموسع للغاية، حيث ما من مكان آمن في غزة. وبينما أقف أمامكم اليوم 23,210 من الفلسطينيين قتلوا على يد القوات الإسرائيلية خلال الهجمات المستمرة طيلة 3 أشهر. 70% على الأقل منهم نحسب أنهم من النساء والأطفال. 7,000 من الفلسطينيين في عداد المفقودين، ويعتقد أنهم قتلوا تحت الركام.